مزيد من الخسائر التجارية تحصيها إسبانيا بعد توتر العلاقات مع الجزائر بسبب انحياز حكومة سانشيز المفضوح في قضية الصحراء الغربية. آخر باب أغلقته الجزائر في وجه مدريد هو محاولة الاتحاد الأوروبي توظيف الزيارة الأخيرة لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، رفض جزائري فاقم الخسائر التجارية الإسبانية في مجالات مختلفة. المعاهدة اللي كانت بيناتنا اخترقت ولم تصبح يعني ذات جدوى، لأن باقي العلاقات التجارية انخفضت كثير، لأن المتعاملين الجزائريين شعروا بنفس الشيء اللي شعر به الدولة الجزائرية، أنهم يعني تقريب التصرف الإسباني ما كانش في مستوى الثقة. على مدار أزيد من سنة فشل الطرف الإسباني في تصحيح ما أفسده رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مع الجزائر جراء موقف جاء منافيا لإرادة مجلس النواب وانتهاكا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية تصفية استعمار الصحراء الغربية. إسبانيا كان من المفروض تقعد في الحيط، وهذاك هو الشأن، ولكن حازت إلى المغرب في موضوع الصحراء الغربية. مش حازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤولية نتاعها، وكانت تصرفات سرية، لأن كنت استقبلت أنا الرئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونصف، تحدثنا في كثير من المواضيع لأن علاقتنا مكثفة مع إسبانيا. وفي النهاية اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرأ رسالة، حتى الوزراء نتاعهم ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداهو الملك نتاعهم، على بالوش البرلمان الإسباني ما كانش على باله. خسرت إسبانيا الملايين من اليوروهات بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار معها، وما أعقبه من مراجعة أسعار الغاز ووقف استيراد المنتجات الإسبانية، الأمر الذي كبد الشركات الإسبانية خسائر قدرت ب 630 مليون يورو حسب إحصاءات وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، لتبلغ خسائرها الإجمالية مليار يورو في سنة 2022.